انا تو عندي تو بريسك باللوك داون الاولى، فهمتي، مستثمر في العملات الرقميه. بديت ب 300 اورو، بديت ب 300 اورو، بعديك بداو يطلع شويه بشويه بشويه. مش ما نجمش نقول لكم قداش مدخل منها، ما نجم نعطيكم وجهه نظر صغيره، فهمتي، قداش مدخل من العملات الرقميه. بديت ب 300 اورو، بعد بشوية بشوية قاعد يطلع. عادي سيزون في الصيف نخدم ريجل، فهمتني. بعديك جات اللوك داون الثانية، عودت زدت ركزت معاهم العملات الرقمية، وزدت استثمرت، زدت حطيت شوية راس مال، فهمتني، حد نقول 40% من راس مال اللي دخلته في السيزون حدو في العملات الرقمية. والحمد لله يا ربي تابعت السوق وكل شيء مريقل، وبور لو مومون حتى لتو معناها كل شيء مريقل، وربي ان شاء الله تكمل هكا. خلي واحد يريقل اموره، فهمني، ولا وان شاء الله اموركم كنت تريقل، انا نتايكم من قلبي، فهمت. انا هاني نعاونكم، وديجا حل الباج على انستغرام تين يونغ انفستر، هذيك اسمع، فهمني، على انستغرام نجمو تشوفوها، نحط في النيوز نتاعها. و اش باش نقول لكم، معناها النجم نقول لكم انا توا بريسك في عام، معناها من بديت نستثمر انا في ماي، معناها نقول احنا توا في 10 شهور ولا 9 شهور، نقولوا 10 شهور، احنا في 10 شهور معناها مسكر 8 اصفار. ما نقول لكم مش قديش بالضبط، ما انا مسكر 8 اصفار، معناها 8 اصفار، الحمد لله يا ربي سكرت. ومانيش مكل عباد يقول خليني نولي لاباس عليا وحدي، ولا نوريكم كل شيء. وانا حكيت عليه الموضوع هذا، رغم اللي في تونس معقدين ومسكرين، راهو في تونس صعيب على الاخر، لازم يكون عندك كونتاكت لبرا باش تعمل ترانزاكسيون انترناسيونال، وكل حكايه اللغه هذيك، وعندك لازم يكون كونت بونكير انترناسيونال، خاطر ما تنجمش تعمل فيرمون للبنك اللي البرة بار اكزامبل البيات ولا اللي هي تحب عليها انت، معناها اي بنكه في تونس، انت ما تنجمش تعمل فيرما، يكون عندك كونت بونكير ناسيونال، اللي هو نجم نقول لك بار اكزامبل تشوف بايونر هذي اونلاين بنك في امريكا، فهمني، ولا نجم هذاك تحل كونت بايونر وتشوف شكون معناها يعمل لك يصب لك فلوس معناها في الكونت نتاعك بايونر، وتخلصه من عرش بالديفيز، يصب لك ديفيز في تمشي بالدولار، هي تقريبا بايونر، تصب فلوس في بايونر وتخلصه معناها اللي يبعث لك في على الكونت نتاعك، وتولي تحول من بايونر تمشي تحط في هي الولات اللي حليتها انت على الانترنت، نجم تحل بورت موني معناها وين تشري بيه عليها البيتكوين، فما الكريبتو بوينت كوم، فهمني، ولا نخلي لكم الليان كيفاش تدخل عليها وتشرب 25 دولار كادو معناها على طريق الليان نتاعي، نخليه لكم. وفما البينونس زاد الباينونس هذيا زاد وين تنجم تحل عليها بورتفوي، فما البلوكشين، اما اكثريتهم فما الكوين باس، هذا كذا ده نجم تحل عليه، وإن شاء الله ربي معاكم ومعانا، ونشوفوا الناس الكل إن شاء الله في العالية اللي وكام بون، خليكم توفيق، وكان فما أي حاجة جديدة كونتاكتيوني، ما تنسوش الباج باش تعملوا عليها أبوني في من التيان يونغ انفستر، وخليكم أنا توفيق، حسيرو، يلا باي.